نشرة الأخبار مع علي الربيعي وهيبة عادل. إلى نشرة الأخبار أهلا بكم. نبدأ بالعناوين. ليش وقت إحنا نبقى كل 40 يوم راتبك؟ يعني هم ما منطقي الموضوع، وتعرف ان الراتب يعني كل واحد على قده ومهيئ نفسه ومرتب وضعه. المالية النيابية ترفض تحميلها مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين وتحذر من استمرار الاقتراض. الرئيس صالح والسفير الأمريكي يبحثان إجراءات حماية البعثات الدبلوماسية ويؤكدان أهمية تخفيف التوترات في المنطقة. جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات نوعية ضد خلايا داعش، والعمليات المشتركة تتحدث عن نتائج مهمة. استمرار تصاعد معدلات الشفاء من فيروس كورونا مقابل تراجع الإصابات والوفيات لليوم الثاني على التوالي. هذه تفاصيل الثامنة، أهلا بكم. أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة تحاول رمي الكرة في ساحة مجلس النواب وإحراجه بشأن تأخر صرف رواتب الموظفين. اللجنة أوضحت في بيان أنه في الوقت الذي ينتظر تطبيق الحكومة ووزارة المالية نصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي أقره البرلمان، تتفاجأ اللجنة بمشروع قانون اقتراض آخر، وكأنه عمل الوزارة هو الاقتراض فقط، مشيرة إلى أن استمرار الاقتراض سيؤدي إلى إفلاس العراق خلال 6 أشهر. لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بدورها أشارت إلى أن تأمين الرواتب مسؤولية الحكومة لا مجلس النواب، وحذرت من إفلاس الدولة بسبب استمرار الاقتراض. وقالت اللجنة في بيان أنها لمست عودة للتخبط المالي من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020 وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد، مؤكدا أنها رحبت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد. أزمة تأخر إطلاق الرواتب انعكست بشكل سلبي على الواقع المعيشي للموظفين، سيما ذوي الدخول المحدودة، فالمعاناة تفاقمت إثر غياب الحلول الحكومية لإطلاقها في وقتها المحدد، ما أدى إلى ازدياد القلق والخوف لدى المواطنين من استمرار الأزمة حتى العام المقبل. قاعدة جراني، ومين أطي فلوسي؟ بدي أن يراد لها حليب، مين أجيب لها؟ هذا هو حال من ينتظر الراتب، معاناة تتفاقم بعد غياب الحلول الحكومية والبرلمانية لأزمة تأخر الرواتب التي وقع ضحيتها العاملون في مؤسسات الدولة، أزمة انعكست على الواقع المعيشي للكثير من الشرائح خصوصا محدودي الدخل. ليش وقت احنا نبقى كل 40 يوم راتبك؟ يعني هم ما منطقي الموضوع، وتعرف ان الراتب يعني كل واحد على قده ومهيئ نفسه ومرتب وضعه، يعني اذا يتاخر 10 ايام او 20 يوم هاي يعني ما اعرف شنو حلها. اكو تخبط من قبل الحكومه ومجلس النواب، ويحاولون يحيلون شاكله الموضوع من جهه الى اخرى. احنا هسه كاقتراض انه العراق ما يتمتع حاليا، ما عنده اموال، ما يقدر يصرف. زين الاموال وين اللي صارت خلال هاي السنه الماليه؟ مبيعات النفط، الضرائب، الحدود، المنافذ الحدودية، موارد مالتنا وين صارت اللي ما تقدر تأمن حتى رواتب الموظفين؟ مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أزمة تأخر الرواتب بمنشورات ترفيهية لعلها تخفف من ما يعانيه أغلب الموظفين، وسط تساؤل الكثيرين عن موعد صرف الراتب وتجاهل المسؤولين عن تقديم الحلول العاجلة لهذه الأزمة. علاجات مثل بالنسبة للي عنده معوق، اللي عنده مريض، اللي عنده كبير بالسن، عندنا أهل أصحاب المولدات، إذا صبر عليك هذا الشهر ما راح يصبر عليك الشهر الثاني. بالإضافة لهنا المدارس على الأبواب، الشتاء على الأبواب. أنا شوفك دفتر مال الدين يعني ما شاء الله نصه متروس، بس ما أقدر أحكي. شلون أعوض؟ أحط من جيبي أجيب بضاعة أحطها في المحل،
في سبيل هنو أمشي أموري. سياسة الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان لم تفضي حتى الآن إلى معالجة تأخير الرواتب للأشهر المتبقية، وسط خوف الأوساط الشعبية من استمرار هذه الأزمة للسنة المقبلة. الإيجار والمولد وغيرها الكثير من احتياجات الموظفين اللي تنتظر الراتب، 40 يوم مضت أو أكثر، وهذا المنوال تعودت عليه هاي الشريحة خلال الأشهر الماضية، ولسان حالهم يقول إلى متى تبقى رواتبنا تعتمد على صعد النفط ونزل النفط وإحنا بلد الخيرات. من بغداد حسن الفواز، العراقية الإخبارية. تشكل الأزمة المالية صداعا في رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد، حيث تحاول الوصول إلى حلول سريعة ومقنعة للسيطرة على الأزمة المزمنة. في المقابل يقترح عدد من الخبراء حلولا مختلفة لعلها تكون خارطة الطريق للخروج من النفق المظلم الذي دخلته البلاد. خطورة الأزمة المالية في البلاد حلولها معالجاتها كثيرا ما شغلت الأوساط على المستويين التنفيذي والتشريعي. خبراء الاقتصاد والمال كشفوا عن أن العراق وقبل عام 1990 يطلب بحدود 55 دولة ما يقرب من 90 مليار دولار، ما يتطلب تشكيل لجنة فنية للعمل على إعادة هذه الأموال. جمهورية العراق تطلب 55 دولة 90 مليار دولار، ولا من السياسيين ولا من الاقتصاديين ولا من المواطنين حشك. هبوط الإيرادات النفطية من 90 مليار دولار سنويا إلى 40 مليار يستدعي أن الناتج الإجمالي المحلي هو الآخر شهد هبوطا تراوح بين 40% إلى 45%، ما يشكل خسارة كبيرة للبلاد. اقتصاديون تحدثوا عن التبعات الاقتصادية في حال خروج بعض البعثات الدبلوماسية من بغداد. الوضع الحالي في خروج السفارات يشكل خطر كبير على العراق، لأنه هذه أدى مصالح اقتصادية، مشاريع استثمارية في حالة مغادرتها العراق ستغادر هذه الشركات، وبالتالي ندفع الثمن غالي من بطالة وتوقف العمل. بينما تحدث آخرون عن حلول سريعة للأزمة الاقتصادية بدءا من تعويم العملة والتي لها مردودات سلبية، إضافة إلى حديثهم عن أهمية إقناع المواطنين على إيداع ما لديهم من كتلة نقدية في المصارف، إذ تقدر هذه الكتلة النقدية بحدود 40 تريليون دينار. تعويم العملة هو ترك السوق بحرية الكاملة في يكون معدل سعر الصرف، أن يكون طبيعي جدا من خلال السوق هو اللي يحكم على سعر الصرف وليس الدولة التي تضع له قيمة ثابتة. وغالبا ما تكون الأزمات في العراق وخصوصا الاقتصادية منها مركبة ومتراكمة لافتقارها للتخطيط الاقتصادي الموحد. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. وعلى ما يبدو فإن الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العراق تدفع باتجاه ضرورة مراجعة السياسة المالية للدولة. التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية كشف عن أن مجلس الوزراء ووزارة المالية يشكلان الأعلى صرفا بين المؤسسات الأخرى في الموازنة، وهو ما يتطلب إعادة النظر بهذا التوزيع. مع استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين، طالب سياسيون بضرورة إعادة النظر بالسياسة المالية وأداء الوزارات، حيث كشف تقرير لديوان الرقابة المالية أن وزارة المالية ومجلس الوزراء يحتلان أعلى نسبة صرف للموازنة التشغيلية للعام الماضي، حيث سجل التقرير أن وزارة المالية تصرف أكثر من 29% من الموازنة التشغيلية لموظفيها، فيما احتل مجلس الوزراء المرتبة الأولى بين الرئاسات الثلاث بنسبة صرف تصل إلى 5% من مجموع الموازنة، وتستهلك محافظة بغداد لوحدها نحو 3% من باقي المحافظات وفق تقرير ديوان الرقابة المالية.
قد آن الأوان لعقلاء القوم، لحكماء القوم، رجالات الدولة، المصرفيين الذين يتمكنون من إنقاذ هذا البلد العزيز من منزلق الخطير وإيجاد البدائل، بدائل النفط من الزراعة والصناعة والسياحة. ليس فقط وزارة المالية، وإنما هناك أطراف أخرى أيضا تتحمل تبعات هذا الأمر. نأمل أن يكون هناك حل آني وسريع على الأقل لتوزيع هذه الرواتب. وإذا كانت أغلب مؤسسات الدولة والوزارات تمتلك مواردها الخاصة وجبايتها للأموال، لماذا تعجز عن تسديد رواتب موظفيها رغم أن هذه الموارد لا تدرج ضمن الموازنة الاتحادية؟ هناك دراسات تشير إلى أن الدولة العراقية لديها على الأقل 40 مورد رئيسي تستطيع أن تعتمد عليها لتغذية موازنتها بمبالغ هائلة جدا. هناك بعض الدول تتغذى ويعني تستطيع إدارة اقتصادها بخمسة أو ستة من هذه المصادر. وبرغم ما يعلن من السلطتين التنفيذية والتشريعية من رغبة بضرورة إعادة النظر بالسياسة المالية وتفعيل باقي أبواب الموارد المالية للدولة، إلا أن رواتب الموظفين ما تزال تشهد تأخراً في توزيعها. وتتضمن تقارير ديوان الرقابة المالية العديد من المخالفات وهدر المال العام في مختلف المؤسسات والوزارات، لكنها تنتظر من يطلع عليها ويوقف نزيف الأموال فيها. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي الأستاذ فرات الموسوي. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا. يعني أستاذ فرات، بربك يعني خلال هاي المدة الماضية كلها لم يتم التركيز على هذه المشكلة، لم يتم طرح هذه المشكلة، لم يتم إيجاد حلول لمشكلة ستمر بالعراق بعد أشهر. الآن عندما حلت الكارثة وأصبحنا الآن يعني الموظف بلا راتب، الآن بدأت الحلول، الآن بدأوا يبحثون عن حل، أين كانت الجهات المعنية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تفضلت حضرتك، هذه المشكلة يعني اقتصادية ليست وليدة اللحظة. المشكلة الآن اليوم اللي نعانيها يعني مشكلتنا هي ليس بعدم وجود راتب الشهر التاسع، ولكنها مشكلة اقتصادية ستدوم معنا خلال هذه السنة والسنة القادمة. هذه المشكلة يعني أنا قلت في من منبركم هذا، يعني هناك أخطاء فنية تقع فيها الدولة دائما، هي عدم استثمار، عدم إدارة الموارد الحقيقية للدولة. نحن لا يعني العراق مو مثل بقية الدول، يمتلك موارد كثيرة ولكن عنده مشكلة في إدارة هذه الموارد. واحدة من هذه إدارة هذه الموارد، المشكلة اللي صارت هو هذا اللي زعزع الوضع كاملة، مشكلة التخفيض الأخير في تخفيض الإنتاج النفط في أوبك. العراق بعد أن كان يصدر ما معدله 3,600,800 برميل، الآن يعني خلال هذا الشهر الماضي صدر نتيجة الشهر يعني الماضي والقبل، يعني والقبل 2,500,000 برميل، يعني أكثر من مليون برميل خسر. هاي الخسارة أثرت على الموازنة. قيمة ما يصدره من يعني ما صدره من النفط يعادل حوالي 4 تريليون دينار. طيب عراقي. طيب أنت تحتاج في لرواتب لتسد رواتب الموظفين تحتاج إلى 6,200,000,000,000. إذن النفط وحده لا يكفي. لا يكفي. مع هذا عجلة النفط بدأت بالصعود مرة أخرى. نعم. الاستيراد أو تصدير النفط والحاجة العالمية للخام عادت إلى التزايد، بالتالي نعم. يعني نوعا ما عاد الإنتاج الأساسي العراقي النفط إلى الانتعاش. نعم، أنت هو العالمي الآن، يعني سوق الطاقة العالمي بدأ ينتعش الآن، الدول بدأت يعني تأخذ أنفاسها يعني، ولكن العراق ما زال يعاني من مشكلة عدم الاتفاق. يعني لازم يكون هناك اتفاق جديد مع دول منظمة أوبك على إرجاع حصة العراق على الأقل 3 أشهر الآن المتبقية من السنة. هذه الحصة ممكن أن يعني توزع على مجموع منظمة دول الأوبك وتنتهي المشكلة نهائيا. وهذا فقط يحتاج إلى مفاوض عراقي. طيب. وهذه حلها سريع جدا، يعني ما تحتاج أنت أي مشكلة. مجرد مليون برميل هذا الآن يرجع يتوزع، هذا المليون مو ينزل للسوق ينباع لأن السوق الآن متخم، ولكن تتحملها دول أوبك. العراق يعني منذ تأسيس 1960 لهذه المنظمة يعني تحمل الكثير بالنسبة للدول. طيب على العراق يعني الدول الثانية أن ترد له الدول. نعم. طيب ما خطورة الوضع الاقتصادي العراقي بعد تعثر رواتب الموظفين؟ نعم، هذه مشكلة كبيرة. يعني هذا مثل ما قلنا احنا كل شهر يعني 6,200,000,000,000، هذا كان هو الشيء الحقيقي الاقتصادي ما ينعش السوق العراقية. الآن السوق العراقية تعاني من تدهور اقتصادي، وهذا إلى آثار يعني سلبية اقتصادية أمنية اجتماعية على المجتمع العراقي كله. يعني هذا التأخير
يعني استمراره يؤدي إلى كارثة يعني أمنية اقتصادية كبيرة. يعني على الحكومة أن تتدارك هذا الموضوع بشكل أكبر، وأيضا يعني المسؤولية هي ليست فقط مسؤولية وزارة المالية، البرلمان أيضا، اللجنة المالية البرلمانية أيضا. يعني طيب ما دقة تحذيرات اللجنة المالية النيابية من إفلاس العراق في غضون 6 أشهر بسبب الاقتراض؟ نعم، حقيقة يعني وزارة المالية عندما طلبت اقتراض 15 تريليون كان على أساس أن العجز، هناك عجز شهريا 3 تريليون، هذا العجز عندما يقسم على 15 لغاية 5 أشهر، يعني لغاية احنا نهاية السنة ما عندنا أي مشكلة في دفع الرواتب. ولكن ما حصل نتيجة يعني المصروفات الكثيرة، هذا نوع من الدين يسمى دين سائر. هذا الدين سائر يعني عدم تطابق الإيرادات مع النفقات الموجودة، وهو عجز مؤقت. كان المفروض يعني أن وزارة المالية تدارك هاي الأمور، هذا ما صار هالشيء. بالمقابل اللجنة البرلمانية طلبت من وزارة المالية أن تقدم ورقة إصلاحية اقتصادية تتكلم كيف سترجع هذه الديون إلى الخزينة العراقية بدون أن تسبب مشاكل. هذا الشيء ما حصل لحد هذه اللحظة، لم تقدم الورقة. طيب. بل على العكس، وزارة المالية طلبت قرض يعني إضافي ثاني، وهو اللي صرح به يعني لهذا دفعهم اللجنة البرلمانية أن تصرح أن هذا سبب مشكلة. واضح الآن، يعني على ما يبدو أن الاقتصاد العراقي أشبه بمريض على جهاز الإنعاش. نعم. الآن هذه الأزمة رغم خطورتها، رغم المساوئ التي فيها، ولكنها سلطت الضوء على مشكلة كبيرة. هنا الاقتصاد يعتاش على المدخول الحكومي. نعم. فقط. بالتالي هل هناك خيارات لدى الحكومة؟ هل هناك حلول قد تكون سريعة ومهمة ومفيدة في هذه الفترة؟ نعم، قبل فترة طبعا طرح أحد يعني وزارة المالية طرحت أن مثلا المدخولات من الجمارك العراقية بلغت 100 مليار. هذه إذا قسمت أنت طول السنة، هذا طبعا يشكل يعني للعلم مو مثل ما الناس يتصورون، هو ليس بالرقم الكبير، جزء بسيط جدا. جدا بسيط هذا الجزء. إحنا قبل فترة يعني الحكومة أرسلت إلى أقليم كردستان 400 مليار دينار عراقي، ثم 320 مليار دينار عراقي. مقابل ماذا؟ مقابل أمرين. الحكومة أقليم كردستان تتعهد بتسليم الحكومة المركزية 250 ألف برميل، وأيضا 50% من الضرائب التي تجنيها منافذ الدولية. بالتالي بماذا التزمت؟ لخزينة الدولة. هذا لم يدخل يعني يعني هذا الموضوعين لو كان موجود الآن كان أنت ما عندك أي مشكلة. لهذا دائما أقول أنا هذا العجز عجز مؤقت. يعني الدولة بمجرد أن تسيطر على مواردها، إدارتها، هذه المشكلة سوف تنتهي. طيب. نعم. أستاذ فرات، هناك حديث عن رفع قيمة صرف الدينار، يعني هل يمكن أن تقدم هذه الخطوة حلولا للأزمة المالية أم ستزيد منها؟ حقيقة كل حل الآن يطرح هو به سلبيات وبه إيجابيات على الاقتصاد العراقي. هذا طرح مقابل أن أيضا تخفض الرواتب إلى 30%، ولكن ردت اللجنة البرلمانية أن هذا يعني تم رفض هذا لعدم قانونيته، وأيضا بسلبيات كثيرة على الاقتصاد العراقي. إحنا اقتصادنا حقيقة ليس بقية الدول، يعاني من ضغوطات كثيرة، يعني مشاكل كثيرة نتيجة تراكم يعني حكومات سابقة، يعني هو ليس وليدة الصدفة. فلهذا يحتاج له يعني حلول أكثر مرونة، يحتاج إلى مفاوضين الآن عراقيين يبدأون يتحركون للسيطرة على إدارة الموارد المترامية في العراق، وأيضا مع دول المنطقة. واضح. إحنا لازم يكون الانفتاح أكثر. إذا موضوع رفع الأصفار ملغى، انتهى. نعم نعم. واضح. شكرا. أما لو تم بهذا الاستمرار يعني نحن نتعرض إلى كارثة اقتصادية. واضح. كبيرة. شكرا لك أستاذ فرات الموسوي الخبير الاقتصادي، شكرا لكل هذه المعلومات. شكرا جزيلا. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون لتحقيق الأمن والاستقرار. الجانبان شددا أيضا على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار وإيجاد الأرضية المناسبة للتعاون المشترك في مجالات التنمية والتقدم. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن الإدارة الأمريكية لم تهدد بغلق سفارتها في بغداد، إنما كشفت عن اتخاذ إجراءات لحماية بعثتها الدبلوماسية. حسين قال أثناء استضافته في برنامج العاشرة والتي ستبث غدا الاثنين أن استهداف السفارات ومقر البعثات موجه ضد الشعب العراقي. الولايات المتحدة لم تهددنا، لكن نتيجة الأوضاع
وحسب تفسيرهم وحسب شرحهم أنه هم بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسفارة الأمريكية في بغداد. خلفية المسألة إلى علاقة بالهجمات اللي ازدادت في الواقع في الآونة الأخيرة في خاصة الأشهر الأخيرة على المنطقة الخضراء وعلى المطار. الاستهداف كان على الشعب العراقي، وفي الواقع هاي الهجمات ليس هجمات على السفارات، رغم أن الشعار هو تحت مسألة المقاومة، لكن الاستهداف بالنتيجة استهداف الأراضي العراقية، استهداف الحكومة العراقية وضحايا عراقيين. كما كشف وزير الخارجية عن إجراء حوارات مع المسؤولين الإيرانيين أثناء زيارته طهران بشأن الوضع الراهن في العراق، معربا عن توقعه باتخاذ إيران خطوات إيجابية تجاه العراق. ذهبنا إلى طهران وكان لنا لقاء واجتماعات مكثفة مع العديد من المسؤولين في إيران. أنا كنت أحمل رسالة السيد رئيس الوزراء وشرحنا لهم الوضع الخطير إذا استمرت هذه الهجمات. الإيرانيين وعدوا خيرا، وأعتقد راح يعني هم إيجابيين بهذا، فهموا الوضع العراقي ويفهمون الوضع العراقي، ونتوقع خطوات صحيحة من طرفهم، ونتوقع أنه أيضا الفصائل اللي تقوم بهذه الهجمات أن تتوقف عن هذه العمليات. في سياق دبلوماسي آخر، بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الألماني هايكو ماس هاتفيا العلاقات والروابط الثنائية بين البلدين. وزارة الخارجية أكدت في بيان أن الجانبين ناقشا القرار المبدئي للإدارة الأمريكية بسحب سفارتها من بغداد. من جانبه عبر حسين عن القلق تجاه القرار على الرغم من كونه قرارا سياديا يخص الجانب الأمريكي، لكونه قد يؤدي إلى نتائج لا تصب في مصلحة الشعب العراقي، مؤكدا أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الأمنية والتنظيمية والسياسية والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار. ربما لعشرات السنين أول مشروع يوقع في قصر الحكومة برعاية دولة السيد رئيس مجلس الوزراء. هذا يدل على عناية الحكومة، عناية دولة الرئيس بالمشاريع التنموية، وهذا أيضا حافز إضافي لوزارة النفط وإدارة الشركة، إدارة شركة مصاف الجنوب. إن هذا المشروع يعتبر أحد محركات الاقتصاد العراقي للفترة القادمة بما يمثله من تنشيط قطاع النقل وحركة المطارات وتشغيل آلاف من العاطلين عن العمل من العراقيين خلال فترة الإنشاء. هذا العقد سوف يساهم بتوفير فرص عمل، وسوف يساهم بتقليل استيراد مادة البنزين والمواد الأخرى التي يستوردها العراق وتستهلك من الخزينة العامة مبالغ طائلة. هذا المشروع هو مشروع مهم، جميع البلدان المتقدمة تستخدم هذه التقنية، تقنية FCC في التصفية.
الاف سي سي وحدة التكسير بالعامل المساعد في شركة مصافي الجنوب يعد من أولى المشاريع في هذا الاتجاه، أول مشروع لتعقيد المصافي في تاريخ العراق. المشروع يمتلك عدة رسائل تنموية، الأولى أنه مشروع معقد سيدخل تكنولوجيا كبيرة للبلد في هذا الزمن المعقد ماليا. المشروع سيسهم في إنتاج مادة الغازولين عالي الأوكتين بكميات كبيرة. اليوم بعون الله تم توقيع عقد مشروع التكسير للعامل المساعد. هذا المشروع الحقيقة أثناء تشييده وتشغيله راح يستقطب 70,000 عامل سواء أثناء التشييد أو ما بعد التشغيل. The government of Japan has signed 31 yen loan project. It gives me a great pleasure to say a few words through utilizing Japan's prominent technology. هذا المشروع يعني هو تعاون عراقي ياباني، تواجد الشركات اليابانية يعني في العراق بالتأكيد هذه خطوة مهمة تعزز من تواجد الشركات العالمية في العراق وفي هذا القطاع بالذات. مشروع الاف سي سي سيكون احد اهم القواعد الأساسية في تحسين الوضع الاقتصادي الوطني، سيساهم في تعظيم القيمة السوقية للمنتوج العراقي. أهلا بكم من جديد. عمليات نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب وطيران الجيش في العديد من المناطق والمحافظات على أوكار خلايا داعش الإرهابي خلال الأيام القليلة الماضية في ظل التعاون الكبير مع مديرية الاستخبارات العسكرية. جهاز مكافحة الإرهاب وبعملية استباقية نوعية يدمر أوكارا إرهابية في مناطق شرقي ديالى وحوض نهر العظيم، ويتمكن من قتل عدد من الإرهابيين ويلقي القبض على آخرين بعد تدمير 20 كهفاً، فيما تمكنت مفارز الأمن الوطني من إلقاء القبض على مطلوبين وفق قضايا إرهابية في محافظة نينوى. جهاز مكافحة الإرهاب وعمليات النوعية وبالتعاون مع طيران الجيش الحقيقة حقق نتائج مذهلة في هذا المجال من خلال استهدافه لأوكار داعش سواء شرق ديالى أو غرب ديالى، من خلال قتل لكثير من الإرهابيين، من خلال تدميره لمضافاتهم، لأسلحتهم، لتواجدهم، لأوكارهم. نجاح أغلب العمليات الأمنية والعسكرية يأتي وفق دقة المعلومات والجهد الاستخباري بعد أن كثفت الدوائر والمديريات الاستخبارية من قاعدة البيانات عن أهم القيادات الإرهابية المطلوبة. مديرية الاستخبارات العسكرية وأذرعتها الميدانية تبطش بالتنظيم، يعني قبل نحو أقل من أسبوع ألقت القبض على الذي يقوم بجمع الأتاوات والذي يقوم بأخذ الأتاوات من أصحاب المزارع. مديرية استخبارات الأنبار ألقت القبض على مسؤول الاستخبارات فيما يسمى بولاية الأنبار وولاية الفلوجة. وقد شخصت قيادة العمليات المشتركة بعض المناطق التي قد تشكل مناطق لتحرك بقايا داعش الإرهابي، وبدأت باستهدافها بعمليات عسكرية وأمنية برية وضربات جوية مؤثرة من قبل طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. تواصل جموع الزائرين سيرها على الأقدام نحو كربلاء المقدسة لأحياء زيارة الأربعينية وسط إجراءات أمنية وصحية وخدمية مستمرة على طول الطريق. قيادة عمليات بغداد أكدت أنه لا وجود لأي قطوعات في الشوارع وإنما تنظيم للطرق ذهابا وإيابا. يسيرون من مسافات طويلة قاصدين الحسين عليه السلام، يرفعون الرايات، يخدمون، ينظفون. تلك هي المشاهد الثابتة في طريق الزائرين. احنا صار لنا 5 أيام تقريبا، اليوم اليوم الخامس لنا، وان شاء الله ما يعني بس وقت الزيارة اخر زائر نشوف احنا ننسحب. كثيرة هي المسارات التي يسلكها الزائرون
من المحافظات الشمالية وأحياء العاصمة نحو كربلاء المقدسة. بعقوبة الشعب الدورة بس هذا المربيين واسه بعد منا راح نكمل المسيرة إن شاء الله نحو كربلاء. انسيابية عالية لحركة الزائرين والعجلات تقول عمليات بغداد رغم ارتفاع أعداد الزائرين تدريجية. تلاحظون ماكو قطوعات، أكو تنظيم للطرق بتحويل الطرق ذهاب وإياب في جانب معين، السبب هو وجود زائرين سيران أقدام بأعداد كبيرة. قطع بمعنى القطع ما عندنا نهائياً، والدليل هاي الانسيابية العالية من العجلات وكاميرتكم الآن توثقها في مناطق كانت تشهد اختناقات كبيرة جداً. مسار للزائرين ومسار للمركبات القادمة من سيطرة الخمسة وسبعين المحمودية باتجاه بغداد والعكس المتوجهة باتجاه الديار مدينة كربلاء المقدسة. وعلى طريق الزائرين تتباين نسب التزام المواطنين بشأن الإجراءات الصحية في وقت تحاول الجهات المعنية وأصحاب المواكب حث الزائرين على تجديد الإجراءات الوقائية. والله مو الكل ملتزم، بس دعواتك شنو؟ دعواتنا الالتزام بالكمامة والكفوف وكل هاي الأمور. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير لا توجد قطوعات تامة لشوارع العاصمة باستثناء تنظيم الشوارع التي يسلكها الزائرون عبر مسارين، واحد للعجلات ذهابا وإيابا والآخر لحركة الزائرين. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد. إذن توصل الاستعدادات من جهة والمسير إلى كربلاء من جهة أخرى سنناقشها مع مراسلي شبكة الإعلام العراقي، سيكون معي من بغداد الزميل علي الأحمد ومن كربلاء المقدسة الزميل حيدر الحاج. سأبدأ معك حيدر، ما هو الموقف الآن في كربلاء؟ ما هي الاستعدادات الأمنية وكيف هو الموقف بين الحرمين؟ نعم، ما تزال جموع الزائرين تتوافد إلى محافظة كربلاء عبر منافذها الثلاث. المنافذ الأكثر حيوية هي يعني محور النجف ومحور بابل، كونها من المحاور التي توصل الزائرين بين جنوب العراق وبين كربلاء المقدسة. أما محور بغداد فيشهد فتورا إلى حد الآن، باعتبار أن زائري محافظة كربلاء عندما يقررون المجيء إلى كربلاء فإنما يقررون قبل يوم أو يومين بسبب قرب المسافة. أما زائرو الجنوب فقد وصلوا منذ يعني وقت مبكر، بعضهم أدى الزيارة وعاد إلى محافظته ابتعادا وتجنبا لتزاحم الزائرين وانتقال فيروس كورونا. أيضا هناك استعدادات كبيرة من الناحية الأمنية والصحية والخدمية. على صعيد الصحة فإن هناك استعدادات كبيرة من دائرة صحة كربلاء والعتبات المقدسة، وأيضا بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية هناك توزيع مستمر للكمامات عبر المواكب الخدمية والعتبات المقدسة، أكثر من مليون كمامة وزعت بين الزائرين، وإضافة إلى ما توزعه دائرة صحة كربلاء، إضافة إلى دعم منظمة الصحة العالمية لتوفير ما يسمى بالفحص السريع الربت تيست، وكذلك الفحصات التي توفرت عبر. نعم حيدر، إذا كنت تسمعني، يعني في نشرات سابقة أشرت أنت إلى أن نسبة الذين يرتدون الكمامة من الزائرين يعني لا تتعدى 2 أو 3% أو 5% على أعلى تقدير. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجهات الصحية المشرفة حاليا؟ علي، من الصعب جدا السيطرة على هكذا جموع، يعني الزيارة بدت وكأنها من الزيارات المليونية الاعتيادية، الزائرون يفيدون إلى المحافظة بشكل كبير جدا، وهناك تزاحم كبير بين في منطقة بين الحرمين. لا يمكن السيطرة على هذه الأعداد وتوجيهها إلا عبر البوسترات وعبر مكبرات الصوت الخاصة بإرشاد الزائرين، وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. أما يعني دائرة صحة كربلاء فلا تستطيع أن توجه بشكل مباشر واضح. إلى كل واضح. زائر اتضحت الصورة حيدر، شكرا لك، ابقى معي حيدر. يعني نعم شكرا لك حيدر، ابقى معي. أنتقل لك علي الأحمد هذه المرة من بغداد، مرحبا بك علي. يعني في بغداد كيف هي الطرقات، كيف هي الخطط الموضوعة أولا لحماية الزائرين والمواطنين من فيروس كورونا، وثانيا لتنظيم هذه الزيارة المهمة والكبيرة؟
نعم علي، هي أشبه بأمواج متلاطمة، مسيرة مليونية حسينية تخرج من بغداد باتجاه كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وسط إجراءات أمنية وخدمية مكثفة. سرادقات الخدمة هي تنتشر على امتداد الطريق من بغداد وحتى كربلاء المقدسة لتقديم الخدمة للزائرين من مأكل ومشرب، وهناك استنفار خدمي لجميع التشكيلات الخدمية في بغداد المتمثلة بوزارة البلديات، أمانة بغداد، أحمد، محافظة بغداد، القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، هيئة الحج الشعبي أيضا كان لها دور مميز في تأمين الحماية للزائرين، القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها هي قامت. طيب علي، إذا كنت تسمعني علي، للزائرين على امتداد واضح واضح علي، من خلال نصب سيطرات طيب ثابتة وأخرى جوالة بين واضح علي، إذا كنت تسمعني، بماذا امتازت المواكب أو السرادقات المنصوبة على الطريق؟ عادة ما تمتاز بالخدمة بسبب جائحة كورونا، هل امتازت بإجراءات طبية؟ هل امتازت بإجراءات يعني وقائية هذه المرة أكثر مما امتازت عنه سابقا؟ لوزارة الصحة في تقديم الخدمة الصحية للزائرين من خلال نشر مفارز طبية على امتداد الطريق لتقديم الخدمات الطبية للزائرين، وكذلك تقديم الإرشادات الصحية خصوصا، وأن هذه الزيارة هي جاءت بالتزامن مع جائحة كورونا. أعداد كبيرة من الزائرين باتجاه كربلاء المقدسة، هناك جهود يعني مميزة لأصحاب المواكب الحسينية الذين يقدمون الخدمة للزائرين على يعني قبل أسبوع من الآن. أصحاب المواكب الحسينية هم نصبوا سرادقاتهم وبالتالي يقدمون الخدمة للزائرين. علي، هذا فيما يخص الزيارة. طب لو نتحدث عن استعدادات الحكومة لإعادة الزائرين إلى منازلهم، وزارة النقل قامت بإعداد خطة تهدف لتأمين إعادة الزائرين إلى مناطقهم في بغداد، والمحافظات قامت بتهيئة أسطول من العجلات وكذلك عدد من القطارات بهدف واضح تأمين واضح واضح. شكرا شكرا لك، سأكتفي بهذا القدر. شكرا لك علي الأحمد، كنت معي مباشرة من بغداد، فيما كان الزميل حيدر الحاج معي مباشرة من كربلاء المقدسة. شبكة مراسلي العراقية الإخبارية، شكرا لكل هذه المعلومات. إذن مشاهدينا، ينضم معنا المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي هنا في الاستوديو. أهلا بك. أهلا سيادة اللواء. أهلا وسهلا. ما هي تفاصيل العمليات النوعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لمطاردة داعش، وآخرها وليس أخيرها طبعا عملية قيادة عمليات الأنبار في الرطبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة هذه العمليات اللي ذكرتيها جنابك كلها تدخل في تأمين الزيارة الأربعينية. يعني هناك عمليات استباقية لخلية الصقور في وزارة الداخلية، لقيادة عمليات الأنبار، لقيادة عمليات ديالة. يعني احنا في بعض الأحيان نضطر أن نعمل عمليات في أماكن، إما في صلاح الدين أو في ديالة، أو يوم أمس جهاز مكافحة الإرهاب بعملية نوعية. كلها هاي تصب في تأمين الزيارة الأربعينية. ولذلك اليوم آخر الأخبار، يعني كما تعلمون ويعلم الجميع، أنه قبل ما ندخل الاستوديو كانت هناك عملية نوعية للفرقة الأولى قيادة عمليات الأنبار بمعلومات استخبارية وأمنية، تمكنت من العثور على عجلتين لداعش الإرهابي في جنوب شرق الرطبة. هذه أيضا كانت مهيئة باتجاه الحقيقة قيادة عمليات كربلاء، تم القضاء عليها وتدميرها. أيضا بنفس المدينة في الرطبة كان هناك غربها، كان هناك حاوية من 6 أمتار مدفونة تحت الأرض فيها صواريخ كاتيوشا ومنصات إطلاق. هذا وفق معلومات هجومية استخبارية. الحديث هنا عن أهمية المعلومة الاستخبارية وكيفية تحليلها واستثمارها، كيف يتم التعامل معها؟ سيد الكريم، منذ أن أتى القائد العام للقوات المسلحة إلى قيادة العمليات المشتركة في آخر زيارة له، أكد على تفعيل الجهد الاستخباري والأمني. الجهد الاستخباري والأمني اللي يعطينا نتائج الحقيقة نوعية، هذه العمليات بالتأكيد نعتمد بها على جهد استخباري وأمني، مصادر، تنوع المصادر، آلية التعامل مع المصادر، وليس فقط الاعتماد على المصدر البشري، وإنما هناك آلية في الاعتماد على أجهزة، على إمكانيات أخرى، على قدرات. ولذلك كل ما يكون الجهد الاستخباري والأمني فعال
وجيد كل ما تكون النتائج جيدة أيضا. طيب سيادة اللواء، يعني نتحدث عن الزيارة الأربعينية، نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أشخاص تحت مسميات مختلفة بالتزامن مع الزيارة الأربعينية، ما هي معلوماتكم حول هذا الموضوع؟ الحقيقة لاحظنا بعض الصور لمواقع التواصل الاجتماعي، وكان هناك اتصال للتأكد من قائد عمليات كربلاء، وأكد الرجل وأكد كما أكد قائد عمليات بغداد وأيضا بعض القادة الأمنيين أيضا اللي مشرفين على الزيارة، أكدوا بأنه لا تواجد لمثل هذه الحالات. هذا الموضوع موضوع التواصل الاجتماعي ومحاولة بعض الذين يحاولون أن يثيرون الفوضى أو يحاولون أن يشككون بإجراءات وقدرات القوات الأمنية، الحقيقة إحنا نفي نفي قاطع، وأجهزتنا الأمنية والاستخبارية واللي أكثر من 35,000 عنصر أمني منتشرين الآن وبإجراءات مختلفة، منها العمل كما سيأتي الآن الحديث عن متى يبدأ قطع الطرق. طيب سيادة اللواء، يعني تقول أنه ننفي نفي قاطعا، هل بهذا تكتفون؟ يعني مواقع التواصل الآن هي منبر ويعني منصة مهمة أحيانا لضرب أو زعزعة الأمن، لماذا لا يتم اتخاذ إجراءات؟ الحقيقة هناك إجراءات استخبارية وأمنية تقوم بها الأجهزة سواء في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية أو المخابرات أو الأمن الوطني باتخاذ إجراءات أمنية وقانونية لمتابعة وملاحقة هؤلاء الذين يحاولون أن يشككوا في العمل الأمني. طيب سيادة اللواء، هل هناك مشاركة من قبل قطاعات أمنية أخرى غير الدفاع والداخلية في خطة الأربعين؟ نعم، هناك قطاعات من الحشد الشعبي الحقيقة، وهذه أيضا أسهمت إسهام كبير في عملية أيضا أجهزتنا الأمنية الأخرى، المخابرات، الأمن الوطني. هناك متطوعين يعني من المواطنين الذين يقومون بالمحافظة على الأمن وسلامة الأمن. أيضا الحقيقة هذه الإجراءات كلها تصب في اليوم كما أعلن قائد عمليات كربلاء بأنه المدينة القديمة لأنه أزقتها قديمة وضيقة بدأ بقطعها، ولكن حركة وانسيابية العجلات إلى حد هذه اللحظة مستمرة. سيادة اللواء شكرا لك. تحسين اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة. لتنويه نقطة، لأول مرة قيادة العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية توفر طائرتي إسعاف جوي لنقل الزائرين في حالة تعرضهم إليه. ملاحظة مهمة، شكرا لك سيادة. شكرا جزيلا. شكرا. في الموقف الوبائي اليومي، سجلت وزارة الصحة لليوم الثاني على التوالي زيادة في أعداد حالات الشفاء من كورونا مقابل تراجع عدد الإصابات. الوزارة سجلت اليوم 3817 حالة شفاء مقابل إصابة 3210، فضلا عن تسجيل 52 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. الصحة العالمية حذرت من دخول العراق في المرحلة الرابعة من وباء كورونا، والتي تكون فيها البلاد موبوءة بشكل كامل. وزارة الصحة أكدت توفر كافة البروتوكولات العلاجية وامتلاكها نحو 55,000 سرير لمواجهة أي تطور وبائي. العراق يدخل رسميا مرحلة التفشي المجتمعي بفيروس كورونا، وتحذيرات من دخوله المرحلة الرابعة التي تكون فيها البلاد موبوءة بشكل كامل، تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية عبر ممثلها في العراق، وأكدتها وزارة الصحة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وقرب حلول فصل الخريف حيث تنخفض درجات الحرارة. نحن مقبلين على فصل الخريف الذي تنخفض فيه درجات الحرارة، لذلك نتوقع أن تكون هناك زيادات. الموضوع الآخر لدينا الزيارة الأربعينية، وأيضا هذه الزيارة سيكون فيها تجمعات، وهذه التجمعات هي مخالفة بصراحة لإرشادات منظمة الصحة العالمية. واستعدادا للزيادة المتوقعة بالإصابات، أعلنت وزارة الصحة إدخال 10,000 سرير متخصص بعلاج فيروس كورونا، ليتجاوز عدد الأسرة في عموم البلاد 50,000 سرير، فضلا عن توفير الأدوية اللازمة والأكسجين الكافي للمصابين.
لدينا بحدود 44 ألف سرير كان عند بداية أزمة كورونا، بعد إضافة بحدود 10,000، وهناك أيضا أسرة ستضاف في الأسابيع المقبلة، فقد يعني إن شاء الله تعبر 55 ألف سرير. فيما يخص الأدوية، موقفنا الآن جميع الأدوية التي نحتاجها متوفرة، فيما يخص أجهزة الأكسجين والسيباب وجميعها متوفرة بكميات جيدة جدا. إجراءات عديدة تسعى من خلالها الوزارة إلى السيطرة على الوباء خوفا من الانتقال إلى المرحلة الرابعة التي يصعب التعامل معها في ظل الإمكانيات المتوفرة لديها. ومع كل التحضيرات والاستعدادات من قبل وزارة الصحة، إلا أن العامل الأساس في السيطرة على الوباء يبقى بيد المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات الصحية. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. إذن مشاهدينا، ينضم معنا عبر سكايب المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور سيف البدر. أهلا بك دكتور سيف. الصحة العالمية حذرت من دخول العراق المرحلة الرابعة من وباء كورونا. هل تجاوز العراق ثلاث مراحل من انتشار الوباء وبات أقرب من إعلان تفشي وبائي؟ شكرا جزيلا، تحية لك وللمشاهدين الكرام، ونشكر العراقية. حقيقة أنا أستغرب على ما ذكر وما نسب لمنظمة الصحة العالمية. السيد مدير مكتب المنظمة في العراق لم يقل نص ما ذكر وما انتشر في صفحات التواصل، ويمكن الرجوع إلى أصل تصريحه إلى صحيفة الصباح، وهو شخصيا أمس وضح هذا الموضوع، لكن مع الأسف بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت هذا الخبر وانتشر بكثافة، وهو ليس صحيح وليس دقيقا. واستغرب أيضا أني اليوم صباحا في بث مباشر معكم في نشرة منتصف الظهيرة أيضا نفيت هذا الموضوع، لم يقل مدير المكتب مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق هذا التصريح بهذا النص. طيب. فيروس كورونا، جائحة كورونا لا تزال خطرا داهما في جميع مناطق العالم وفي المنطقة وليس فقط في العراق، وهذا ما أكدته وزارة الصحة والسيد وزير الصحة بشكل مباشر وغير مباشر في كل مناسبة ومن خلال الظهورات الإعلامية والبيانات التي تكاد تكون يومية، فضلا عن المواقف الوبائية التي انتظمنا في تقديمها بشكل يومي خلال الأشهر الماضية. طيب دكتور وزارة سيد. الصحة نعم كيف ترون تصاعد معدلات الشفاء مقابل تراجع الإصابات والوفيات؟ نعم، هذا أكبر دليل ودليل واضح. نعم. وعلمي وصريح وموثق من قبل الجهات المحلية والدولية كمنظمة الصحة العالمية وغيرها، وهي شريك أساسي منذ الأيام الأولى ولحد الآن. نسب الشفاء الحمد لله خلال الأيام الأخيرة، طبعا منذ أكثر من شهر أو شهرين، هي تساوي أو أعلى من حالات الإصابة. وأيضا من جهة أخرى، حالات الإصابة طيب. بشكل عام 90% حوالي منها هي حالات بسيطة لا متوسطة. طيب دكتور، الآن وصلنا إلى نسبة شفاء ممتازة مقارنة بدول العالم حوالي 82%. طيب في سؤال أخير دكتور، نستمر بهذا طيب ما هو موقف وزارة الصحة من بداية العام الدراسي الجديد؟ وزارة الصحة جزء من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهذا القرار من بدء الدوام في المدارس والجامعات عائد حصرا للجنة العليا. نعم. اللجنة العليا مؤلفة من عدة جهات معنية من ضمنها وزارة الصحة، وهي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء. لحد الآن لم يتخذ القرار النهائي، وزارة الصحة. نعم. أعطت رأيها الفني. نعم. قدر تعلق الأمر بها. نعم. طبعا الصورة واضحة، وسوف يعلن القرار من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة. نعم. ومن خلال المكتب الإعلامي لدولة رئيس مجلس الوزراء. نعم، شكرا دكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. إذن مشاهدينا، أعرج على موضوع لقاء السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بالسفير الأمريكي في العراق السيد ماثيو تولر، الذي أكد فيه ضرورة دعم إجراءات الحكومة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية، كما أكد يعني ضرورة المعاونة الدولية للعراق في تخفيف التوترات
في المنطقة. حول هذا الموضوع ينضم معنا الدكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين. مرحبا بك دكتور. لا وسهلا عليك. يعني ما تسمى الآن أو أصطلح عليها أزمة السفارات، هل انتهت؟ هل ما نزال في تهديد للبعثات الدبلوماسية العراقية بما لذلك من تبعات دولية وحتى محلية؟ يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. يعني أكيد من الناحية التكتيكية الآن قد توقف القصف على المنطقة الخضراء من قبل هذه الجماعات الخاصة، ويبدو أن الجهود السياسية للحكومة العراقية وكذلك بالمقابل الجهود الأمنية والجهود الإدارية التي عمل عليها القائد العام للقوات المسلحة سواء بتغيير قيادة جديدة للفرقة الخاصة لإدارة المنطقة الخضراء أو كذلك تغيير الوضع الإداري في مطار بغداد أعطى أجواء طيبة إلى البعثات الدبلوماسية لكي تطمئن من جهة، وكذلك بالمقابل ترى المسارات السياسية التي لاحظنا بيانات كثيرة للفعاليات السياسية والقوى السياسية. تحديدا هناك يعني كان موقف من الولايات المتحدة، بالتالي كان استهداف السفارة بناء على هذا الموقف. الآن الحكومة الحالية على الأقل يعني ماضية في برنامج إخراج القوات الأجنبية، هناك اتفاقات، هناك لقاءات حتى يعني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، زيارة السيد رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة أيضا تحدثت عن هذا الموضوع. هنا لماذا لم تصب كل هذه التطورات في هذه البودقة؟ لماذا لم تكن هي السبب في إطفاء جذوة إشعال هذه الأزمة؟ يعني هذا واحد من الانقسامات السياسية الحقيقية التي علينا أن نعرفها بصورة واضحة جدا. نتوقع الآن أصبح هذا الانقسام يعود مرة أخرى للتماسك، وهي فرصة للقوى السياسية العراقية في إعادة تطوير رؤية القيادة السياسية العراقية، لأنه تعلم حضرتك أنه المشكلة الكبيرة عندما تواجه الحكومة مشاكل كبرى على القوى السياسية العراقية أن تنبري معها، وهذا أنا أتوقع فن ذكي جدا من قبل السيد رئيس الوزراء، وكان في الأمس يتحدث في العراقية الإخبارية في لقاء مطول حقيقة حول هذا الموضوع، وهذا بالتالي ما دفع إلى تفكيك هذه الأزمة ووضع حلول لها. أستاذ حسين، يعني ما هي الخيارات التي يمتلكها العراق في مواجهة التوتر الأمني الذي تشهده البلاد منذ أسابيع؟ يعني أكيد الخيارات التي تمتلك الحكومة العراقية وكذلك القوات المسلحة العراقية هو القدرة على التماسك الداخلي من خلال مواقف القوى السياسية العراقية، وهذا ما لاحظناه في اجتماعات القوى السياسية العراقية مع السيد رئيس وزراء ومع السيد رئيس الجمهورية، التعامل الحقيقي مع هذه الأزمة بصورة واقعية وليس بصورة يعني غير واضحة، وكذلك بالمقابل القدرة على إدارة القرار والتكيف مع هذه التحديات. إذن هنالك قبول جيد الآن من قبل القوى السياسية العراقية في دعم الحكومة العراقية، وهذا نتوقع موقف مكتسب للحكومة ونهج السيد الكاظم. شكرا شكرا لك الدكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين، شكرا لكل هذه المعلومات. شكرا جزيلا. خطة برامجية جديدة تطلقها شبكة الإعلام العراقي لمواكبة حداثة الصورة والتقنية الحديثة عبر تغيير الديكورات واستخدام ألوان محددة للحفاظ على التكوين العام للمؤسسة والاستمرار على نهج الحياة الذي تنتهجه. أفكار تحولت إلى واقع. استديوهات الخطة البرامجية الجديدة التي أعدتها شبكة الإعلام العراقي لتتماشى مع الصورة الحديثة التي تكتمل فيها الحوارات السياسية والأمنية والاقتصادية. عمل ديكورات تناسب التقنية والتطورات الحديثة، رؤية حديثة، استخدمنا ماتيريالات مغايرة نوعا ما عن الأشياء السابقة، حاولنا نطلع يعني بحلة جديدة تكون مناسبة للذوق الجديد والذائقة الجديدة اللي تعتمدها إدارة الشبكة العليا. في برنامج العاشرة نعرف كيف نسأل. المحايد والعاشرة برنامجان يعدان انتقالة في الشكل والمضمون، واللذان سيشكلان إضافة غنية ومهمة إلى البرامج والنشرات للقناة العراقية الإخبارية التي تعتمد الحيادة في تطبيق مفاهيم الإعلام الوطني. من الاستوديوهات اللي صارت بوقت قياسي، والمستوى الفني إلها بالنسبة للوقت اللي أنجزت به حقيقة قياسي. يعني الانطلاق نتمنى أنه أو متمنى اتفقنا على أنه تنبني على الحياد، بالمناسبة اسم البرنامج اللي راح انطلق به المحايد، والموضوعية والمهنية، تحاول أنه يعني تمسك المسار الوسطي اللي هو شأن مؤسسات الدولة. الابتعاد عن النمطية في بناء أسس الإعلام الحديث والبحث عن مقومات تقنية وإعلامية تتلائم مع الذوق العام للمجتمع هي السياسة التي اعتمدتها الشبكة منذ انطلاقها وحتى اللحظة.
راح تكون صورتنا مختلفة تماما عن الفترات السابقة، بالإضافة إلى الديكورات خليناها ضمن ألوان يعني أو بقع لونية محددة، ما خليناها أنه تشتت إلى ألوان متعددة في سبيل أنه نحافظ على التكوين العام للقناة واللون الرئيسي اللي احنا ممكن يعني نمشي عليه. تسارع الأحداث ونقل الصورة الكاملة يحتاج إلى مواكبة التطورات التقنية والفنية، وهو ما تواظب عليه شبكة الإعلام العراقي من خلال نشراتها وبرامجها والاستديوهات الخاصة بهذه الأنشطة. عباس نعمة، العراقية الإخبارية، بغداد. في الختام إلى العناوين. ليش وقت احنا نبقى كل 40 يوم راتبك؟ يعني هم ما منطقي الموضوع، وتعرف ان الراتب يعني كل واحد على قده ومهيئ نفسه ومرتب وضعه. الماليه النيابيه ترفض تحميلها مسؤوليه تاخر صرف رواتب الموظفين وتحذر من استمرار الاقتراض. الرئيس صالح والسفير الامريكي يبحثان اجراءات حمايه البعثات الدبلوماسيه ويؤكدان اهميه تخفيف التوترات في المنطقه. جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات نوعية ضد خلايا داعش، والعمليات المشتركة تتحدث عن نتائج مهمة. استمرار تصاعد معدلات الشفاء من فيروس كورونا مقابل تراجع الإصابات والوفيات لليوم الثاني على التوالي. هذا ختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.